السلام عليكم إخواني، هاته رافعة TMS 700 E. سنلقي نظرة على المظهر الخارجي. هنا عندنا الوزن المضاد، المحور الثاني والمحور الأول. هذا خزان الوقود، وهنا تزيد في الخزان. هذه الرجل هذه القاعدة الرجل للرجل، هذه يعني تنزح هذا الصمام ثم تحملها، وعند إخراج العارضة تركبها هنا. هذا فلتر الوقود، وهذا الوزن المضاد الآخر، سأريكم بعد قليل كيف تعمل به. هذه الجهة الأولى. نأتي إلى هنا إلى إخراج وإدخال العوارض. أولا نبدأ بالعارضة، عندنا عارضة في الأخير وعارضة هنا في الأمام. لاختيار العارضة سواء الأمامية أو الخلفية، هاته هكذا للأمامية وهكذا للخلفية، قلنا هنا نختار الرجل. طيب نختار العارضة الأمامية، ما عليك إلا الضغط على هذا، ثم كما هو مبين هنا تضغط على هذا هكذا هكذا هكذا، تخرج، تبقى ضاغط في نفس الوقت وتخرج العارضة الثانية، ما عليك إلا تضغط الجهة هنا ثم في نفس الوقت تخرج هنا. طيب أردت أن تدخلها، أيضا تبقى تختار العارضة الأمامية أو الخلفية ثم تعكس هذا القفل هكذا، تدخل الرجل ثم الأمامية كذلك تدخل. وأيضا هنا عندنا هذا خاص بالأرجل، هذه الرجل الأمامية وهذه الأرجل الأمامية اللي تحت قمرة القيادة، وهذه الأمامية وهذه الخلفية. إذا فتختار هذه، ليست لها أي، فقط إلى الأسفل. إذا عند إخراج العارضة الأخيرة والأمامية ستضغط، تختار مثلا هذه الرجل وفي نفس الوقت تضغط على هذا، في نفس الوقت تضغط على هذا هكذا، يعني هكذا، والجهة الأخرى فتنزل، وكذلك الأخريات. ولإدخالهم أيضا تختار هكذا وتدخل الجهة من هنا. وهنا الميزان، وهنا عندنا قاعدة الرجل الخلفيتان، هما موضوعتان هنا. وهذه الأقفال خاصة بالوزن المضاد، سأشرحه بعد قليل. وهنا خزان الزيت الهيدروليكي، وهنا أيضا لإخراج وإدخال العوارض الجهة الأخرى، وهنا فلتر الزيت الهيدروليكي، وهذا مكبح الدوران، سأريه لكم عندما نصعد إلى قمرة القيادة. وهذه هي قاعدة الرجل الأمامية. هنا فلتر الهواء، لكن فلتر الهواء لا يخرج إلا إذا رفعت الوزن المضاد. عندنا هنا قاطعة كهرباء، وهنا البطاريات، وهذه قاعدة الرجل الأمامية التي تحت قمرة القيادة. هنا أمام المحرك، تأتي إلى هنا، وهذا هو المحرك هنا، وهنا لكي ترى هذا المحرك، مستوى زيت المحرك، والمحرك يعني ليس فيه شرح، يحتاجه
وهاته هي الرجل التي تحت قمرة القيادة، وهذا يحسب سرعة الرياح.